أعزائي مشاهدي قناة الصح والجمال، أسعد الله مساءكم. طبعا احنا المواعيد اتغير، بدل الساعة 10 كل يوم ثلاثاء هنلتقي بكم في تمام الساعة 11 مساء. برنامج صوت الناشئين زي ما قلنا دايما وبنقول وبنقرر وبنعيد ان برنامج صوت الناشئين هو صوت لكل أندية مصر، سواء أندية الممتاز أو أندية المظاليم أو مراكز الشباب. احنا موجودين معاكم في كل مكان. اسمحوا لي في بداية الحلقة طبعا إحقاقا للحق في الفقرة الأسبوع الماضي، أنا طبعا بناء على بعض الرسائل اللي جات لي قلت إن في برنامج ممول من بعض أولياء الأمور، لكن مش عيب إن احنا نعترف بخطأنا أو إن احنا أخطأنا. بعد ما قابلني السادة المسؤولين والقائمين عن برنامج واتضحت لي الصورة بأن فعلا البرنامج ملوش علاقة بأولياء الأمور، لكن أنا كنت بقول برضو بناشد أن كان جايب بعض الضيوف اللي هي بتتكلم بشكل غير لائق على بعض المدربين، لكن هم حقهم أن احنا نعترف، ودايما يعني زي ما بقولوا الاعتراف بالحق فضيلة. بنتمنى للبرنامج كل التوفيق وكل النجاح. طبعا معنا أخبار كتير جدا النهاردة، يعني إجراء قرعة بطولة الصيد الدولية المقامة في نادي الصيد الدقي، والشيخ زايد ملأ نادي زد اللي يمكن عامل جوائز فوق 500,000 لكل الفرق المشاركة، بنتمنى كل التوفيق لكل الفرق المشاركة. اسمحوا لي هطلع فاصل وتقرير عن اللاعب حارس مرمى نادي انبي 2006 نور عمر، ونرجع نستقبل ضيفنا حارس بكره وامل بكره نور عمر. ورجعنا لكم من تاني بعد الفاصل، تقرير جميل عن حارس مرمانا وضيفنا النهارده ونجم بكره نور عمر. لكن قبل ما استقبل وارحب بضيفي، طبعا انا بنوه ان ضيفنا في الفقره الثانيه هيكون نجم كبير جدا، كابتن سامي ندى المدير الفني لفريق انبي مواليد 2005. واسمحوا لي اهني الكابتن محمود الشيمي يعني بمولوده الجديد يازن، يا رب يبارك لك فيهم يا كابتن محمود. كابتن محمود شيمي المدير الفني لفريق 2004 بنادي المقاولون العرب، اهلا بيك يا نور. السلام عليكم، عامل ايه؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ طبعا كان معانا تقرير كده كنت واخد فيه افضل حارس مرمى. الحمد لله. كانت ايه يعني، كانت ايه مباريات ايه وبطوله ايه؟ كانت بطوله مدارس في الجونه تبع ايمز، وكان اسمه كان في ماتش، يعني كنا خسرانين 1-0، وبعديها المدرب قال لي اطلع العب نص ملعب، وجاب الجول الثاني، وقفوا جول وجبت جول، فما كانوش ينفع يدوا لي احسن مهاجم يعني، فادوا لي افضل حارس مرمى. بدايتك يا نور كده يعني مع الساده المشاهدين كده، اولا نور عمر محسن حارس مرمى انبي 2006 ومنتخب القاهره 2006. يعني بدايتك ايه كده، عايزين برضو الساده المشاهدين يعرفوا كده، بدايه نور بدا سن كام
ومين من المدربين اللي ابتدى تحسيت ان هو مثلا هو ده زي ما بيقولوا الاب الروحي اللي اضاف لمستوى نور دايما في المسيره، يعني حاول يزودك ويثقلك من موهبته؟ يعني بدات اوف جول لما كان عندي 5 سنين، كان كابتن حسني، كنت في اكاديميه ليفربول، كان بيمرني جول في اول التمرين. كان 5 سنين، كنت 5 سنين. وبعديها في اخر 10 دقايق اما كنا بنلعب ماتش كده في الملعب، كان بيوقفني نص ملعب يا مهاجم، فوقتيها بدات اوف جول يعني. وبعديها يعني الحمد لله كل المدربين ادولي ثقه وادولي يعني، وهم اللي مرنوني وعرفوني ازاي اوف جول كويس الحمد لله. لكن يمكن الكابتن حسني اعتقد ان هو يعني اضاف لك حاجه جميله جدا، لان انا عارف ان هو كان بيمرنك كحارس مرمى وكان بيشاركك في نص الملعب بتلعب ديفندر، يمكن يعني دي ادتك موهبه كبيره ان انت تقدر تلعب برجلك كويس. الحمد لله يعني كنت بلعب برجلي، كنت بلعب نص ملعب في مهاجم يعني، فيعني بدأت ألعب برجليا من وأنا صغير فمتعود عليها. أنا شفتك في مباراة الشرطة في الدوري، يعني أنت يعني رقصت المهاجم، يعني لو جبنا مهاجم عالمي مش هيرقص المهاجم وهو داخل عليك كده، يعني أنت في ثبات نفسي، يعني كلنا قلنا الكرة هتتقطع وهتيجي جون، ويمكن النتيجة كانت 1-0 ولا 0-0؟ 1-0 للألينا الحمد لله. وبعديها رقصت المهاجم، لعبت بسرعة، كنت عايز أحط لقدام بس بعديها لعبت من ورا الحمد لله ما تقطعتش. دي ما تقطعتش. خلي بالك ديت يمكن في أوروبا ويمكن بينفذها دلوقتي أحد الأندية في الدوري الممتاز، وادي دجلة، بيلعب بنفس من عند منصف كده بيبدأ من تحت، لكن دي بتديك تقل في الملعب وثبات نفسي كبير يا نور. بتدي ثبات وبتدي ثقه للجول، انك ما تخافش اما في حد دخل عليك، المهم ما تخافش يعني اما حد دخل عليك، ده المهم. ما اكيد هي دي مواصفات يعني انت اكتسبتها من خلال كابتن حسني لما بقى يمرنك كحارس مرمى وتلعب بقى في نص الملعب بقى. ما عشان في نص الملعب اما كنت كان حد ضغط عليا بجرب العب السهل، فتعودت اني العب السهل وخلاص. قول لي بقى المدرب بتاعك مين في نادي انبي؟ كابتن صبحي ما شاء الله مدينا ثقه كلنا، ومخلينا كلنا نلعب، ويعني ما فيش رقم واحد بالنسبه له، عايز يلعب كل حد. بيدي الفرصه لكل واحد. لكل حد. لكن انتوا ماشيين كويس في الجدول في الدوري، انتوا التاني؟ الحمد لله. ما اعرفش لو تاني بعد المقاولين مع العرب. المقاولين العرب الاول وانتوا التاني. اتعادلنا مع المقاولين الحمد لله. وكان مباراه حلوه. طب بالنسبه للمنتخب بقى، منتخب القاهره المسافر اليابان طوكيو 2020 بقياده المدرب المحترم محمد عز، يمكن انا وجهت الشكر للاستاذ حماده الشربيني ومحمد بن مسلمي المدير التنفيذي للمنطقه والدينامو الكابتن ايمن حسان، الكابتن نافع عبد الدايم، كل منطقه القاهره وعلى راس المنظومه كما ذكرت في البدايه كابتن حماده الشربيني على توليه واختيارهم للكابتن محمد عز خلفا للكابتن تامر حفني. لكن الكابتن احمد هاشم عامل ايه معاك بقى؟ الحمد لله يعني بيجرب بيشغل كل حد في المنتخب وعايز يختار احسن ناس لليابان. ولحد دلوقتي يعني ما اختارش حد معين لسه في التجمعات. بس ان شاء الله كلنا لا هو الكل بيشد، الكل بيشد بمستواك. موضوع السفر ده يعني حتى سافرت او ما سافرتش دي مش اعتقد مش نهايه الكوره بالنسبه لك، لكن انا عارف ان انت بتشتغل على نفسك كويس، وببقى سعيد جدا وانا قاعد في المدرجات لما يكون التجمع في نادي المقاولين العرب بلاقيك بسم الله ما شاء الله طراي وطالع وعامل شغل كويس جدا تحت الثلاث خشبات يعني. الحمد لله يعني كله متعلم من كل الكباتن اللي علموني، وما شاء الله كلهم معلميني كويس، وان شاء الله اتحسن كمان. لا ان شاء الله. مين مثلك الاعلى بقى في الدوري المصري كده وبعدين نروح للاوروبي بقى؟ يعني يكون على مستوى الدوري المصري ومستوى الانديه الاوروبيه. يعني ما عنديش مثل اعلى هنا في الدوري المصري قوي. مفيش حارس يعني كده حاسس؟ لا اكتر واحد بحبهم بره مصر بوفون بقى، تشتيجن، نوير،
كلهم كويسين قوي ما شاء الله عليهم. وحارس مرمى المانيا ايه رايك فيه؟ نوير وترشتجن ما فيش حد زيهم طبعا. انت اصلا اوروبي يا نور، يعني حتى الاستاذ رامي المخرج بيقول لي ايه القمر ده، يعني بيشكر فيك جامد يعني. لكن ليه ما مش عاجبك حد في يعني ليه ما حد مفيش حد لفت نظرك؟ يعني انت عندك عواد والشناوي واحمد الشناوي وعندك حراس في الدوري المصري، محمود ابو السعود في المول العرب. ما علشان بالنسبه لل الحراس بره اللي بره مصر، يعني ايه اللي بيميز الحراس مرمى في اوروبا انت مش حاسس انها موجوده في حراس مرمى مصر؟ يعني كشغل في الجول، تحركاتهم، المكان اللي هو فيه اما الكرة بتبقى قريبة منه، انفرادات، حاجات تانية. اما الكرة بتبقى في رجليهم بيتعاملوا بطريقة تانية خالص. فيعني في تغيرات بالنسبة بالنسبة للعب المصري في الاجوال واللي بره مصر اللي في اوروبا. اكيد اكيد الثقافة بتختلف وانت زي ما انت شايف يعني، كمان احنا بنسعد بالاوروبيات والمباريات الاوروبيه، وخاصه كمان ليفربول. يعني احنا بنستنى ليفربول ده كانه منتخب مصر اللي بيلعب، عشان خاطر نجم مصر وفخر العرب الكابتن محمد صلاح ابن نادي المقاولين العرب. يعني انت بالنسبه لك يعني لو جالك مثلا مرحله انتقاليه في حياتك في الاحتراف، تختار نادي ايه مثلا، او تتمنى تحب تلعب في نادي ايه في اوروبا؟ يعني نفسي بس الاول ابدا العب في نادي صغير وبعديها اتحسن، كل ما اتحسن اطلع فوق، يعني اروح نادي احسن، كل ما اتحسن يعني ابقى احسن، وكل يعني نوادي كتيره يعني احسن. يعني انت طبعا انت بتتكلم على النادي اصغر فاصغر في بالنسبه للاحتراف الاوروبي، لكن انا عارف ان انت في نادي كبير ومؤسسه محترمه، يعني نادي انبي، وانا عارف ان انت عاشق لنادي انبي. يمكن في احدى المرات انا قعدت معاك وتعادلت مع المقاولين بعد مباراه المقاولين، لقيتك حزين جدا جدا جدا، يعني قلت لي يا كابتن كان نفسنا نكسب عشان نفرح يعني المدربين والاجهزه الفنيه والناس، كمان في اجهزه فنيه لفرق تانيه جت شجعت الانبي في المقاولين العرب. كان نفسنا نكسب كده نبقى الاول على الدوري ونستريح يعني ضد المقاولين، وكده في الدور التاني كمان لو على أرضنا فعندنا احتمال أكبر إن احنا نكسب، عشان عارفين الأرض كويس وكله. وكنا كان نفسنا نكسب يعني عشان كل الفرقة تبقى يعني مش زعلانة، أكيد أكيد. ونخلي الكابتن إمام محمدين وكابتن محمد إسماعيل فرحانين بينا. ده الكابتن إمام من الشخصيات المحترمة، وانا من خلالك بوجه له كل الشكر، وانسان عظيم وعامل شغل كويس جدا، يعني ربنا يديله طولة العمر والصحة. الكابتن محمد اسماعيل نفس الشيء، الكابتن ابراهيم محمد المدير الاداري للقطاع، كلهم ناس يعني محترمين جدا جدا جدا. يعني انا عايزك كلمة أخيرة كده توجهها لحد بقى، بابا ماما والد اخوك اللي مطلع عينيك في البيت، قصدي انت اللي مطلع عينيه، يعني انا عايزك تشكرهم على مجهودهم. عايز حابب توجهش كلمه شكر لمين واقف جنبك بدعمك؟ بشكر كل الكباتن اللي مرروني وانا صغير وانا كبير، كابتن صبحي، كابتن عبد الحميد حسن، كابتن امام محمدين، كابتن كل الكباتن، وكابتن اسلام طبعا. انا بقول بقى كلمه بقى للاسره بقى واتفضل. واشكر امي وابويا واخويا عشان بيسندوني على طول، ومامتي وبابايا بيوصلوني كل التمارين وبيساعدوني. لا هو باباك راجل محترم ودايما في ظهرك ودايما داعم ليك، وهو من فتره كبيره قال لي مستواه كويس انا في ظهره، مستواه وحش خلاص يعني انا عملت اللي عليا. هو بحابب المجال وحابب الكوره، لكن طول ما هو كويس انا واقف في ظهره. وانا بشكر الاستاذ عمر محسن والدك على المدى المعاناه اللي معاك، وطبعا مامتك ووليد اخوك دايما في ظهرك. مش عايز احكي بقى في حلقه تانية ان شاء الله باذن الله، باذن الله يا رب. لو ليك نصيب في السفر لطوكيو باذن الله هيكون معانا الكابتن محمد عز قبل السفر وبعض المجموعه اللي تم اختيارها للسفر، واتمنى يا رب ان انت تكون من ضمنهم عشان نسعد بيك دايما يا نور. ان شاء الله. وشرفتني، وانا اسمح لي في يعني عملت حاجه جديده كده، كل لاعب انا بجيبه يقعد مكانك
قررت يعني اكرمه بحاجه رمزيه كده من البرنامج، فاسمح لي اقدم لك تيشيرت برنامج صوت الناشئين، واتمنى انه يفضل معاك دايما ذكرى دايما. حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. اسمح لي اخد التيشيرت، ودايما تبقى يعني نجم كبير كده، واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. وده تيشيرت صوت الناشئين. شكرا يا كابتن. اتفضل. صوت الناشئين انا بهديه لنور عمر محسن، امل بكره، وحارس ام بي 2006 ومنتخب القاهره اللي مسافر لطوكيو 2020. بشكرك يا نور. شكرا. ودايما نلتقي على خير يا حبيبي ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. شكرا. حضرات السادة المشاهدين، طبعا فاصل وهنرجع لكم تاني مع ضيفنا نجم كبير كابتن سامي ندى، مدير الفني مواليد 2005. من خلال ملف الاستثمار الرياضي الذي بدأ ينتشر في أكتر من نادي في مصر، ومعانا صاحب هذا التجربة لأول مرة في نادي المقاولون العرب. بنرحب بيك في برنامج صوت الناشئين مع الإعلامي الكبير محمد عبد الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعيد جدا أن أنا موجود معاكم النهاردة. طبعا صوت الناشئين طبعا برنامج بدأ ينتشر، بدأ الناس تعرفه كويس جدا من خلال الكابتن، من خلال الإعلامي محمد عبد الله، الإعلامي المعروف وصاحب التجربة. بصراحة حاجة كويسة جدا، أنا سعيد جدا أن أنا موجود معاكم. يعني الحاجة الثانية طبعا موضوع الاستثمار، الحمد لله هي من السنة اللي فاتت كانت موجودة موضوع الفكرة، طبعا عرضناها على رئيس قطاع الناشئين كان الكابتن ريو، والحمد لله خدناها السنة اللي فاتت مع فرقة الألفين. طبعا البداية ما كانتش موفقة في الأول، طبعا اتحاربنا كتير من ناس كتير، طبعا لأن أول مرة تتعمل في نادي المقاولين العرب تجربة الاستثمار. الحمد لله السنة اللي فاتت الدور الأولاني يعني كان المستوى متذبذب شوية، الدور الثاني الحمد لله قدرنا ننجح، قدرنا نحافظ على اسم النادي، اشتغلنا على الدور الثاني عملنا نتائج كويسة جدا، ما خسرناش الا هو ماتش واحد نادي الأهلي السنة اللي فاتت. طبعا السنة دي الحمد لله طبعا كان جه الكابتن محمد رضوان، ربنا كرمنا السنة دي، بدأنا بدري. طبعا اتكلمت مع كابتن محمد رضوان على الموسم دوت، طبعا هم عندهم ثقة فيا كبيرة جدا الحمد لله. طبعا الكابتن محمد طبعا بيخاف على النادي وعلى طبعا اسم النادي. طبعا اتكلمنا في حتة المادة، السنة اللي فاتت كنت واخدها طبعا بمبلغ بسيط على أساس إن احنا كان البداية وبنشوف الوضع ايه والكلام ده. طبعا السنة دي الحمد لله طبعا اشتغلنا السنة دي لمصلحة النادي، والكابتن رضوان بصراحة قرص عليا في حتة الحتة المادية، دفعت السنة دي أضعاف أربع يعني أضعاف أضعاف السنة اللي فاتت، وده بفضل الكابتن رضوان. طبعا احنا خدت فرقة الـ 2000 و 2006 في نادي المقاولين العرب، الحمد لله طبعا نتائج كويسة جدا السنة دي من بداية الموسم، وده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل كابتن رضوان وفضل الباشمهندس محمد عادل، لأن هم دايما واقفين في ظهري ودايما بيساندوني في كل حاجة، أي حاجة طبعا كنت محتاجها هم معايا على طول فيها. حتى الحمد لله يعني هو كابتن رضوان بصراحة هو صاحب النجاح دوت، وهو صاحب الفكرة، وهو اللي قدر يضغط عليها في حتة الماديات ان يقدر يجيب اكبر مبلغ لنادي المقاولين العرب، ودي حاجة برضو تشرفني، لان انا يعني دي ده نادية ولعبت فيه، خدت معاه بطولات في النادي، وبرضو الحمد لله عشت هنا فترة في نادي المقاولين، فأنا بالنسبة لي دي حاجة تسعدني، مش زعلان إن أنا دفعت مبلغ كبير أوي زي كده، لا أنا سعيد جدا إن أنا دفعت مبلغ كبير أوي لنادي المقاولين العرب،
وعملت نتائج والحمد لله قدرت احافظ على اسم النادي، يعني الحمد لله لغايه دلوقتي محافظ على اسم النادي. نادي المقاولين نادي كبير كبير جدا بناسه باسمه، هيفضل كبير طول عمره ان شاء الله. عملنا نتائج كويسه الحمد لله، ماشيين فرقه ال 2000 ماشيين تاني مع النادي الاهلي ورا النادي الاهلي. فرقه ال 2006 الحمد لله عندي داخل بفرقتين، فرقه الحمد لله ماشيه تاني وفرقه ماشيه اول. فحته الاستثمار مش اي حد بيشتغل فيه، موضوع الاستثمار مش اي حد بيشتغل فيه طبعا. موضوع الاستثمار في ناس كتيره فاكراه ان هي موضوع ان انت بتلم فلوس وخلاص، وبتقدر تجمع اكبر مبلغ. لا، انا اهم حاجه عندي الولاد يستفادوا، كل المنظومه بتستفاد، اولياء الامور الحمد لله شايفين بنفسهم الشغل اللي احنا عاملينه، سعداء جدا بالشغل اللي احنا عاملينه، اللعيبه كلها الحمد لله بتطور، مستواهم بيعلى، امكانياتهم الحمد لله بتعلى. ده من خلال برضو شغلنا، من خلال ضميرنا في الشغل، ومعايا طبعا مدربين كويسين جدا. فكل ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل الكابتن محمد رضوان والباشمهندس محمد عادل، لان هم دايما موفرين لكل حاجه في النادي، والتدريبات، الملاعب، الـ كل حاجه الحمد لله يعني تمام مع الكابتن محمد رضوان. عايزين نعرف منك ايه الفرق بين السنه دي والسنه اللي فاتت في هذا التجربه، خاصه في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب. طبعا السنه دي، السنه اللي فاتت طبعا كان اول مره اخش التجربه ديت. طبعا كان في شويه سلبيات في الاول، كان طبعا حته الاستثمار ان انت اي حد بتاخده بيدفع بتقدر تاخده الكلام دوت. فطبعا الحاجات دي برضو ايه عملت معايا شويه تراجعات في النتائج. فطبعا جيت بعد كده طبعا قدرت ان شاء الله الحمد لله بفضل الله يعني اشتغل على اللعيبه واطور منهم وادوس عليهم واعمل لهم ماتشات وديه كتير وفرقت معاهم كتير الحمد لله، فالنتائج اتحسنت. طبعا السنه دي بدانا بدري شويه، لان السنه اللي فاتت ما بداتش بدري، بدات قبل الدوري باسبوع واحد. لا، السنه دي بدات بدري جدا، بدات قبل الدوري بشهر ونص، قدرت نشتغل كويس، قدرت اجهز الفرقه كويس، قدرت طبعا مع الادوات اللي انا جبتها، الحاجات اللي الكابتن رضوان موفرها لي، قدرنا ننجح وقدرنا نمشي كويس. ده الفارق بين السنه دي والسنه اللي فاتت. غير كده كمان الموضوع الماده، الحمد لله السنه دي برضه دخلنا مبلغ كبير جدا لنادي المقاولين العرب من خلال الفرق اللي احنا اخدناها. حضرتك شايف ان فكره الاستثمار في مصر هتبقى ناجحه بالنسبه لبعض الانديه او الاشخاص؟ والله حته الاستثمار انا يعني ايه، مش اي حد بيشتغل فيها ومش اي حد يقدر ينجح فيها، لان موضوع الاستثمار اولا بيرجع للخبرات بالنسبه للشخص اللي هو واخد الاستثمار. مش اي ورجعنا لكم من تاني. طبعا ده كان تقرير يعني مهم جدا، لان احنا هنفتح ملف الاستثمار. يمكن معظم أندية مصر دلوقتي أصبح فيها استثمار دلوقتي في قطاعات الناشئين، لكن أنا بقول من وجهة نظري أنا إن أنجح استثمار هو استثمار نادي المقاولين العرب. مفيش أي مشاكل، ما شفناش ولي أمر طلع قال إن ابني ما تأيدش. طبعا بنشكر كابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين نادي المقاولين العرب المنقذ دائما. يمكن أنا دايما بقول إن الكابتن محمد رضوان جه في توقيت بشكر عليه الباشمهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة، المهندس محمد عادل على اختيارهم للكابتن محمد رضوان في المرحلة الحرجة اللي كان بيمر بها قبله مباشرة، قبل توليه قطاع الناشئين كان يمكن رايح للهوية. طبعا زي ما سمعنا الكابتن صبر سمير المستثمر بيشيد بالدور اللي عمله وأقام به الكابتن محمد رضوان والمهندس محمد عادل في أنهم قدروا، يعني كابتن محمد رضوان كابن من أبناء نادي المقاولين، يمكن أنا بقولها على مسؤولية شخصية، الكابتن محمد رضوان بيطفي نور مكتبه قبل ما يخرج، ما بيسيبوش للعامل. فأكيد لازم بطبق الكلام اللي قاله الكابتن صبر سمير المستثمر على كلام الكابتن رضوان، ان النادي المقاولين ده ناديه وبيته ومكانه. طبعا برحب بكابتن الكبير كابتن سامي ندى
نجم كبير والمدير الفني لفريق 2005 بإنبي. اهلا بيك يا كابتن سامي. ربنا يخليك. اهلا بيك كابتن محمد، وانا سعيد معاك النهارده، وبالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله. انا اللي سعيد بوجودك وانا اللي بشكرك على وجودك معايا، لان انت من القامات المحترمه يا كابتن سامي. يمكن بعض المشاهدين ما يعرفوش انت كنت كابتني في نادي اسكو. ربنا يخليك يا كابتن. وكان جيل محترم، كابتن سيد ياسين، كابتن طارق عبد الله، الكابتن زكريا وهدان في قطر الله يكرمه رب ويوفقه، كابتن محمد اسماعيل. طبعا جيله كان محترم. اجيال كتير. كابتن مصطفى الامير. كابتن مصطفى الامير. مدحت فتوح. جيل كان كويس جدا. جدا كان افضل جيل في اسكو بعد الدوري الممتاز، بعد ابو الحاب وعطيه وياسر والناس دي. كان هو الجيل الثاني وراه مرة. بالظبط. فيعني انت تاريخ كبير، فانا يعني اكيد كل الساده المشاهدين عارفين انجازاتك كمدرب. يمكن انت مسكت 99 في ام بي، بطولتين جمهوريه بعد 99، بطولتين جمهوريه 2001 اديت بشكل محترم. الحمد لله. زياد وعبد الله ولعيبه طبعا، والعشري والعشري، وفي مسعد نادر، وفي الشاذلي، وفي احمد مؤمن، في مؤمن خالد، في جاد. جيل 2001 في انبي ان شاء الله زي زياد وعبد الله وعشرة، كلهم ان شاء الله زملائهم في منتخب مصر، وهيلعبوا في منتخب مصر في التصفيات ان شاء الله، يبقوا في السنه، في السنه دي والسنه الجايه في المنتخب الاول، لهم شان كبير يا رب، وتطلع علينا من 2005 ان شاء الله. ان شاء الله. كلمنا بقى على الـ على الـ على جيل 2005، ويمكن اول سنه انا تمسك انت مرحله سنيه صغيره. كلمنا بقى عن التجربه مع 2005. هو 2005 السنه اللي فاتت كان واخد البطوله، كان الكابتن عبد الفتاح والكابتن محمد مرسي معاهم. السنه دي توليت المهمه. في لعيبه كويسه ان شاء الله، ان شاء الله يبقوا زي 99 و2001 للنادي انبي. في لعيبه مميزه هتلاقيهم موجودين السنه دي والسنه الجايه لما بيبقى في منتخب مصر، هتلاقيهم موجودين. لعيبه كويسه جدا، في الحادي، وفي زريق، وفي مهاب، وفي عبد الودود، وفي زياد، وفي عماد ومحمد عماد، وفي سيف، في لعيبه، في حازم، وفي نواوي، وفي لعيبه كويسه جدا، وفي يوسف همام، وفي ابو بكر. لا، في لعيبه كويسه كتير جدا، لعيبه مميزه. يعني خلي بالك، يعني انا بعتقد ان جيل 2006 و2005 و2003 هم اللي ممكن تلاقي فيهم المواهب خلال الفتره اللي احنا بنعيشها. في مواهب كويسه لعيبه كويسه، لعيبه عارفه بتشتغل ازاي. يعني انت عارف الكابتن امام محمد دير، رئيس قطاع الناشئين، من القامات الكبيره طبعًا جدا. طبعا طبعا. تملي هو في سياسه العمل بتاعته، احنا عارفين بنعمل ايه من الاول. يعني امنا الاول وفي الاخر، احنا نادي انبي مش محتاج، احنا انبي خد بطولات كتير جدا جدا. ونجاح اي قطاع مش البطوله، ان هو يطلع لعيبه زي زياد كده، وزي العشر، وزي عبد الله، وزي الناس اللي بتطلع تلعب في الاول. وفي ناس كتير، وفي عرابي طلع في 97 لعب في الماتش اللي فات برضه، لعيب كويس جدا جدا، ولما ياخد يبقى احسن من كده. لا، وفي لعيبه في 2005 زي ما انت قلت، وفي 2006 في لعيبه تبقى كويسه جدا. هتلاقي المرحله الجايه اليوم كويسه، لعيبه عارفه بتعمل ايه وبتشتغل ازاي في الملعب، وتطور من مدرب لمدرب، بتلاقي ادائهم بيبقى كويس. هيبقى نوال المنتخب السنه الجايه 2005 ان شاء الله. ان شاء الله. لعيبه كتير قوي في نادي انبي ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن احنا معانا بعض الصور لفريق 2005 وجهاز 2005 بانبي، والكابتن سامي ندى برضه يعني يقول لنا الجهاز الفني بتاعه. الجهاز الفني الكابتن احمد صابر مدرب عام، والكابتن هاني السيد مدرب حراس المرمى، وكابتن محمد ضيا احمال معايا، وكابتن سامي حاد الزكي اداري، من الناس اللي هي كويسه جدا ان شاء الله. محترم. من الناس اللي هتلاقيهم السنه الجايه او قريب قوي هيبقوا الفريق الاول، نشيط جدا وبيشتغل ودؤوب، حاجه كويسه يعني. كابتن هاني برضو مدرب حراس المرمى مع الفرقه دي من السنه اللي فاتت، عامل شغل كويس مع الاجوان. يمكن معانا الصور يا كابتن سامي على الشاشه. ايوه، هو الجهاز الفني. وفي الاجوان عمر سلامه وعمر هشام، وفي محمد. ثلاث اجوان ان شاء الله على السنه الجايه او في اخر الموسم هتلاقيهم بحاجه كويسه جدا يعني. كلنا بنشتغل في منظومه نادي انبي، منظومه محترمه. كل هدفنا الاول والاخر ازاي نصنع اللعيب يلعب كرة. دي اهم حاجة. دي اهم حاجة، وموضوع مهم جدا. طبعا. يعني النهاردة ازاي انت يبقى لاعب 2005 النهاردة تقدر تحافظ عليه لحد ما يوصل فريق اول. هي احنا في انبي هنقدر نحافظ عليه. هي دي الصناعة يا كابتن سامي. في ناس كتير تطلع تقول لك كلام كتير بتاع، طب هم فين اللعيبة اللي انتوا بتتكلموا عليهم وبتقولوا ده نجم ونجم؟ مش هيوصلوا الناس دي. بالظبط. مش هيوصل غير اللي هو اللعيب المتأسس صح. بالظبط. اللعيب اللي عارف اللي بيعمل ايه، بيشتغل ازاي في الملعب. ازاي هو في حاجه طبيعيه، مش حاجه مش طبيعيه فجاه يظهر وفجاه يختفي. صح. لا ان شاء الله، انا بوعدك وكلام مسجل زي ما قلت قبل كده في قناه قبل كده، قلت على لعيبه 2001 هم يبقوا نواه الفريق الاول، وهم اللي هيكملوا، وهم الحمد لله حصل. في 2005 في لعيبه كتير جدا هتكمل، في لعيبه مميزه يعني، في لعيبه، مش عاوز الاسماء اللي انسى حد، لا لا لا، اما هم في لعيبه مميزه، فرقه مميزه ان شاء الله. احنا بنقول دايما لعيب الكوره هو اللي بيكمل طبعا،
لاعب الكوره انت عارف وحضرتك نجم كبير، يعني شفنا امثله كتير سواء مزوره او سواء مسننه. هي دي مش قافة الكره المصريه، ويمكن المشكله دي يمكن ما فيش قضاء، ما فيش حل للقضاء عليها. يا اما تلاقي تلاعب من النادي، يا اما تلاقي تلاعب من ولي الامر، يعني عارف يا كابتن سامي بتلاقي موضوع ملف كبير جدا. بس هي المشكله يا كابتن محمد الكره المصريه هي اللي مضروره في القصه دي بالظبط. وفين المواهب اللي لو حضرتك بصيت على المواهب مفيش مواهب. مفيش. فين مثلا وليد صلاح يعني، فين عبد الستار صبري؟ انا بشفق على الكابتن ربيع ياسين والله العظيم على ال 2001 ده. كابتن ربيع ياسين عامل مجهود كبير جدا في 2001. طبعا انا من الموسمين اللي فاتوا كنت مع الفرقه، عامل مجهود كبير جدا جدا يعني، مش وبيلف وبيروح المحافظات مش عايز يدور وبيعمل، عامل مجهود كبير جدا جدا، بيعاني من النقطه دي. بيعاني، وخاصه لما يوصل لمرحله معينه ويبتدي كشف الطبي بنلاقي نص المختارين بيتم استبعادهم. طبعا السن مش قانوني. هي ظاهره يا كابتن محمد، لازم 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 يبقى لها حل. مش هنفضل نتكلم فيها بقى مثلا اكتر من 12 سنه 13 سنه قصه التزوير والتسنين واحنا محلك سر زي ما احنا. لازم خطوات. لازم ناخد خطوات ايجابيه خطوات. لازم الناس تاخد. وفي حلول بس حلول سهله جدا على الورق وعلى حلول سهله جدا كلنا بنتكلم فيها. احنا برامج كتير اتكلمنا يا جماعه التزوير والتسنين هيبوظ الكوره في مصر، يا جماعه التزوير والتسنين بيضيع لعيب مواهب جدا. بدليل يا كابتن محمد تبص في دوري البراعم، البراعم تلاقي مواهب جميله جدا تلعب. ايوه يلعبوا في التسعة والعشرة والحداشر، واول ما بتلاقوا في التلاتاشر والاربعتاشر ما بتلاقوهمش، تلاقي ناس تانية خالص بالظبط، ناس مختلفة خالص بتلعب، عشان الصغير القصير بيطول. فبيبقى في نفس بقى بنفس مستواه اقوى وافضل. بتلاقي بقى مشكلة. طب احنا نفضل طول عمرنا نتكلم في المشكلة. طب ايه الحلول يا كابتن سامي؟ يعني مثلا في ناس مسؤولة يا كابتن يعني محمد، لازم تشوف حل. مفيش. هو مش حل اللي احنا موجودين وبنلعب وخلاص. احنا ما عندناش موهبة في مصر، ما فيش موهبة حقيقية في مصر. يقول لك لعيب طلع يطلع ويركن، لان المواهب بتقضي عليهم، المواهب ما بتكملش، المواهب ما بتكملش فعلا. احنا برضو في عندنا في البراعم الكابتن مدحت عطيه بصراحه طبعا بحييه، عامل مجهود كبير جدا يعني جدا. اسمح لي هنيك كمان يعني يعني اشكره على تواصله معانا بشكل دائم. كابتن مدحت عطيه بصراحه عامل مجهود كبير جدا ابن جدا، من القمح الشرقيه. لا من مدربين الكويسين جدا، وعامل مجهود وممكن مجهوده ما ظهرش دلوقتي يظهر في المدى البعيد. ما انت لما بتيجي تبني يا كابتن محمد البنى بيحتاج صبر، غير الحاجه اللي هي مش الحاجه على طول اللي بتخلص دي وبتقع في الاخر. اما البنى محتاج صبر. يعني تعتقد ان ممكن يبقى في تعاون بين وزاره الشباب والرياضه ووزاره الداخليه؟ يعني لازم يبقى في ميثاق. لازم يا كابتن محمد الناس المسؤوله، يعني انا دي وجهه نظر، انا لازم لازم الناس المسؤوله يا كابتن محمد تشوف حل في الموضوع ده. عاوز كره في مصر ولا عاوز حاجات وهميه بناخدها انجازات وهميه وبنحقق حاجات بالصدفه؟ بلاش تخطيط كلها. ومفيش تخطيط. هات لي احنا قلنا مثلا بعد خمس ست سنين فريق كذا هيعمل كذا، مفيش. بناخد حاجات بالصدفه، بنعمل حاجات بالصدفه وفرحانين. ولا وفين اسم بلدنا؟ مصر غاليه قوي علينا طبعا، ومصر اكبر بلد في بالنسبه لنا، احسن حاجه في الحضاره. فين مصر؟ فين طبعًا. فين احنا فين من على الخريطه؟ كل حاجه بالصدفه. مفيش حاجه تخطيط، لان سايبين الموضوع ده وكلنا بنتكلم في البرامج وتطلع كلنا ناس اكبر مني وطبعا وقامات كبيره يقول لك التزوير والتسنين. طب وفين الحل؟ ناس مسؤوله عن منظومه، مفيش حل. منظومه كلنا بنتكلم وبس وسايبين الدنيا ماشيه. ويحصل شيء يقول لك لا، ويطلع ناس تتكلم يقول لك ده في لعيبه مزوره وفي لعيبه مسننه، ويهاجموا ويعملوا حلقه ويسكت كلمتين ويسكت. طب وبعدين هنقضي على موهبنا؟ مفيش موهبه في مصر اصلا، مفيش موهبه. حتى يطلع لك لعيب ده موهبه يلعب شويه ويركن، لانه ما لعبش في المرحله دي عشان ما كملش. انا لسه بقول لك هي ملهاش حل. لا ليها حل، ليها. لازم المسؤولين، لازم المسؤولين، لازم يبقى في تدخل وميثاق مع وزاره الشباب والرياضه. لازم يبقى ليها حل، بالاضافه لاتحاد الكوره ولمنطقه الكوره سواء منطقه القاهره ومنطقه الجيزه. كله بنشوف لعيبه اشكالها غريبه جدا. ووزاره التربيه والتعليم كمان النهارده، خلي بالك يا بسامي، ما يعني خلينا ما نحطش راسنا في زي النعام في التراب. بعض كمان يعني المسؤولين في مدارس بيضللوا الاداري، هو راح يستعلم عن اللاعب، يقول له بس هو غايب، يقول له ده هو موجود ده اسمه كذا. وبيبقى يعني 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 ما هو لازم يبقى في ميثاق ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الداخليه طبعا ووزاره الشباب والرياضه وسواء اتحادات الكوره او مناطق الكوره واتحاد الكوره المصري. لازم ده كله يقعد على الترابيزه ونقعد نتكلم ونشوف الحلول هتوصل لايه عشان نقضي على التسنين. والآفة التزوير كمان بقت اصعب من التزوير، التسنين النهارده بقى اصعب من التزوير النهارده. طبعا خلينا نروح لفريق ام بي 2005، لان الموضوع ده شائك جدا. كلمنا بقى على الجدول كده
احنا وبرضه في يعني قبل ما اقطع حضرتك في بعض انا بشوف بعض الفرق يعني لا تليق بانها تلعب مع انبي والمقاولين والاهلي بنروح بيتسحبوا بعد بيتسحبوا يعني ما بيكملوش يعني مثلا الشوط الاول 18-0 الانبي ما بيكملوش الشوط الثاني ما نلاقيش الفرقه موجوده طب يعني دي مشكله برضه مشكله طبعا احنا يمكن لعبنا في الدور الاول حوالي 11 ماتش يمكن فيهم ماتش ولا اتنين اللي كملنا فيهم وبقيت الماتش ما لعبناش يمكن الشوط الثاني نلعب فيه 5 دقايق بالكتير او 10 دقايق بالظبط بيتسحب هل مش عارف صراحه طب دي حلها ايه؟ منطقة القاهرة بقى تشوف لها حل لازم طبعا يعني لازم. خلي بالك اصل منطقة القاهرة يعني منطقة يعني انا بقول تلاعب الناس وتاخد اشتراكات وتاخد فلوس على الكرنات ده حقها طبعا لكن انا بقول ان ده يلعب في قسم اقل شوية يعني انا النهارده اقول دوري سوبر القاهرة يبقى هو دوري سوبر القاهرة ما بقولش دوري سوبر القاهرة وبلعب مع فرقة في القسم الرابع ده ما بيسفرش عن افراز مواهب المنافسه الحقيقيه في المرحله اللي جايه يعني مثلا احنا معانا مثلا احنا ودجله في مجموعتنا هناك الاهلي والجيش والمقاولين هي المرحله اللي بعد كده بتبقى حلوه هي دي لو يعني لو ضافت فرق تاني وعملوا فرق اقل وعملوا الفرق دي لوحدها بالتالي يبقى منافسه احسن ده اكيد هما برضو ممكن يكونوا بيدوا فرص للناس تلعب طب نعمل الف وب يعني يعني الف يبقى الف زي الممتاز دوري ممتاز لان انا بشوف خلي بالك يعني مثلا مش عايز اذكر اسماء كل المراكز الشباب وكل الانديه دول احنا موجودين ليهم وموجودين عشان نلقي الضوء عليهم وكل حاجه لكن في فرق يعني زي ما حضرتك قلت 10-0 الشوط الاول الشوط الثاني 5 دقايق وشكرا خدت بالك لكن احنا الرياضه ممارسه الرياضه حق لكل مواطن والناشئين كمان ولادنا واحنا النهارده بنعمل برامج وفي برامج كتير بتتعمل عشان تتكلم عن الناشئين انا اقصد يبقى في مرحله يعني مرحله اولى ألف ب ج ونبتدي نصعد من ب لجيم ومن جيم لألف يعني نوصل لمنافسة حقيقية المنافسة الحقيقية بتبدأ بالزبط. فيما بعد فيما يعني بعد انت عارف المرحلة الأولى الأولى دي في الأول الدور ده مفيش منافسة حقيقية لما تخش بقى القطاعات لما تخش بقى على الأهلي والمقاولين اللي هي المرحلة الثانية اللي هي القطاعات بقى بتلاقي فيها منافسة كويسة بتلاقي فيها منافسة وتقدر تطلع لعيبة كويسة يعني وعندنا كابتن مجدي عبد الجواد طبعا مدرب مسؤول عن مدربين حراس المرمى مدرب طبعا كبير وكابتن مجدي عبد الجواد لعب في دوري مدربين اللي عامل طفره برضه في مدربين حراس المرمى في نادي انبي طبعا كابتن مجدي طبعا كابتن محمد اسماعيل نائب رئيس القطاع طبعا لا ده نجم طبعا بنايه نادي انبي والكابتن ابراهيم محمد طبعا الاداري ده قول كما تشاء كابتن ابراهيم محمد من الشخصيات المحترمه وشخصيات قوية جدا من الشخصيات اللي هي كل الناس بتحبها شخصيه يعني محترمه وعلى راس المنظومه الكابتن امام محمد طبعا طبعا لا ده كل في كل يعني حاجه جميله كابتن امام رئيس قطاع الناشئين ده من حضرتك يمكن كلمني هو امبارح لما عارف ان حضرتك موجود معايا ويعني قال لي انت معاك مدير فني محترم جدا كابتن سمير ده وهو يعني انت قريب لقلبه وهو طبعا طبعا كابتن امام مرني وانا في انبي وانا بلعب في انبي ده هو يعني صنع انبي بصراحه كابتن امام المفروض يا كابتن محمد اتحاد الكره استفاد من وجوده هو يعني يا الله عليك حاجه غريبه إبراك. يعني حاجه غريبه يعني في مدربين انبي ياخدوا كل البطولات وما يشتغلوش في منتخب مصر طب احنا مش عاوزين نبقى في منتخب مصر شايفين كده طب الكابتن امام محمدين فين؟ كابتن امام محمدين خبره بقاله كام سنه لا وبص على اللعيبه اللي في الدوري الممتاز في انبي وفي الاهلي وفي الزمالك لو بصيت في فرق الممتاز كلها هتلاقي لعيبه من انبي بما فيهم الاهلي والزمالك لا هو طلع فين بقى الكابتن امام بقى من ما هو المنظومه دي هو ده لازم اتحاد الكوره يستفيد منه لازم هو ده اللي انا بناشد معاك بس لازم يستفاد منه اتحاد الكوره لازم منتخبات الشباب والمنتخبات لازم يبقى كابتن امام موجود لازم يستفيدوا من الخبره دي لازم طبعا وهو صاحب عين جميله طبعا عين ثاقبه طبعا ما انا بقول لحضرتك كل لعيبه الدوري الممتاز فيها نادي انبي في اكتر من كده يعني لما تبص في كل حتى الاهلي والزمالك في لعيبه في انبي في الاتحاد في المصري في دجله في كله انبي فعلا يبقى الراجل اللي هو على راس المنظومه دي كلها فين هو في اتحاد الكوره مفيش ومدربين نادي انبي اللي بياخدوا بطولات مدربين كتير اكفاء واخدين بطولات انا واخد بطولتين جمهوريه بالظبط وفي غير واخد بطولات كتير وفي 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 ما تقلقش موجودين خالص ما خلي بالك خلي طب خدوا كابتن امام حتى اللي هو على راس المنظومه خلي بالك خلينا يعني لا نخفي سرا خلي بالك ايه الاختيارات بتبقى عارف سياسيه كل عضو في اتحاد الكوره بيحاول يجيب حد من محافظه عشان ياخد اصوات ايوه فاحنا مش هنداري ونتكلم في ناس ما بتدربش غير في المنتخب بس لا انا في لعيبه في مدربين انا بسمع عنهم لا داعي لذكر اسمهم عمري ما شفتهم لعبوا كوره يعني انا ما سمعتش عن اساميهم مدرب
مدرب مساعد مدرب عام مع حماده صدقي، وبعدين بيبقوا مفروض عليهم ده قريب كذا، ده من محافظه كذا، ده هياخد اصوات من المنطقه، ده كله شيء. وانا بقوله على مسؤوليتي الشخصيه في برنامجي، يعني انت بعيد عن الكلام ده، انا اللي بقوله متحمل مسؤوليته. بتبقى عمليه اختيار المدربين للمنتخبات بتبقى عمليه سياسيه انتخابيه مش اكتر ولا اقل. طبعا كابتن سامي يقول لي بقى كده المواصفات المدرب بقى اللي خاصه في البراعم والسن 2005 2006، انا عارف يمكن السنه 2005 برضو مدرجه تحت البراعم برضو، يعني لا هي مش محطوطه براعم، يعني 2006 مدرجه تحت البراعم. 2006 براعم، 2005 قطاع ناشئين. يعني عايزين نقول ايه المواصفات بقى للمدرب سواء 2006 او 2005 او 2007؟ هو لازم يهتم يا كابتن محمد ازاي اسس لعيب كوره، لعيب يبقى عارف واقف ازاي في مكانه، بيتحرك ازاي، بيستلم ازاي، الكوره معاه بيبقى فين، الكوره مش معاه بيبقى فين. مش مجرد ان انا بلعب كوره بجري ورا الكوره بجيب بطوله وخلاص، لا انا بعلم بقرا، عارف هو فين والكوره مش معاه، عارف الكوره بتتحرك، انا الكوره مش معايا بقطع فين، والكوره معايا بروح فين. كل لعيب في الملعب عارف واجباته، المساك زاد الهاف بيثبت مكانه، ده بيبقى في واجبات المدرب لازم يبقى دؤوب ويعلم. شغل تخصصي الفرد والجماعي لازم اقرر. المدرب مش ان هو مش المدرب الكويس يا كابتن محمد مش اللي كل يوم يجي يعمل تمرين، المدرب الكويس اللي بيحفظ لعيبته التمرين. اقرر مره واثنين وثلاثه وحفظ، هتلاقي اللعيب طالع عارف بيعمل ايه وقرر. اما انا بعمل كل يوم تمرين شكله حلو وما فيش لعيبه. وخلي بالك يعني انا هرجع لكلامك تاني، يعني انا جالي يعني في خاطري شيء كده من كلامك. المشكله مصر كمان ومدربين مصر، اللاعب النهارده عايز يعتزل يمسك في درجه اولى، يعني مثلا حتى ما بيفكرش يزعل قوي لو النادي قال له امسك فرقه صغيره او يعني ابدا بيها. طبعا طبعا. لكن في دول اوروبا افضل مديرين فنيين واكبر مدير فني بيمسكوا السن الصغير، بيهتموا بقطاعات الناشئين. عارف يا كابتن محمد في الدوره اللي بتعمل في طوكيو دي، انا رحتها في سنه 2008 مع فريق انبي مواليد 95، هم عاملين البطوله دي كلها بنشوف بقى لها كام سنه عشان اللعيب بيقول. انا سالت انتوا عاملين ليه البطوله دي؟ قال لك ان الولد في اليابان في سن 13 سنه بيخاف يبص في عين المنافس، جابوا له كل المنافسين عشان يعملوا دوره عشان هو ما يخافش. قبل البطوله بيجيبوهم مع بعض بلاد مصر مثلا وايطاليا وفرنسا مع اليابان، ولعبوا مباراه وديه كده في مكان صغير، المهم ان الولد يتعلم ياخد الجرأة انه يبص في عين المنافس. هو لازم يبقى فيه تخطيط شامل، ولازم نعتمد على الكفاءات، ما نعتمدش على الناس ده دمه خفيف او ده قريب ده او عامل ده. انا اللي هفيد الكره المصريه ابقى موجود معايا، يعني في ناس كتير تفيد وتخطط، مش مجرد احنا شغالين في بطولات وناخد بطولات. الناتج ما فيش، انا شايف ان مفيش ناتج. لا وهرجع كمان لنقطه كمان السن الصغير، طبعا منتخب اليابان ده دلوقتي من افضل المنتخبات في اسيا. انا يعني حتى مثلا في نادي المول العرب تلاقي مشرفين على البرام ابو الناشئين، يعني كابتن حمدي ساكله، دكتور محمد زمزم، يعني متابعين دايما. يعني انا والله كابتن امام كده برضه ليه على طول في البراعم كابتن امام كده برضه. وانا حضرت يعني واقع كده، يعني واحنا قاعدين كابتن مجدي درويش، تعرف ان كان ماسك 2006، السنه دي الكابتن رضوان مسيكو 2009، قال له انت افضل مدرب بيطلع لعيبه في السن ده. فاذا حتى رئيس الجهاز، رئيس المنظومه طبعاً طبعاً، يعني بيبقى عارف المدرب ده هيفيد الفرقه دي ازاي، هيطلع من هنا كام لاعب، وده المهم يا كابتن. خدت بالك هو ده بقى اللي الكابتن امام ومعاه مدحت عطيه اشتغلوا عليه في البراعم دلوقتي. بالظبط هو ده، يعني كابتن امام شايف، تلاقي كابتن امام موجود في البراعم لانه ده هو ده الاساس. هو ده اللي بيطلع منه الفرق، يعني 2007 و2008 و2009 بيبداوا يطلعوا فوق في الفرق، بيلعبوا في الملعب الكبير وهم عندهم 13 سنه. لو هم طالعين في اساس بتلاقي المدرب جاي له لعيب بيقدر يطور فيه، لانه ما بيشتغلش معاه من الصفر، بيشتغل معاه من اخر حاجه انتهى منه المدرب. هو لازم كده مدربين البراعم بيعرف بيعلم ازاي، بيعرف ياسس لعيب ازاي، يعرف يستلم ازاي، يعرف يلعب كوره ازاي، هي دي اهم حاجه. مش مجرد ان انا بمرن وخلاص والتمرين بتخلص واللعيب ما بيستفادش حاجه. لازم يبقى عندنا فعلا رؤيه فعلا في ازاي نصنع نجم، فعلا ازاي نصنع لعيب هو عارف بيتحرك ازاي، مش لعيب واقف ما يعرفش ايه دوره في الملعب، ما يعرفش هو معاه كوره ومعهوش كوره بيعمل ايه. لازم اللعيب يبقى عارف وهنا اتصرف ازاي وهنا اتحرك ازاي، يبقى عارف تكرار التمارين. التمارين هي اللي بتعلم. اما المدرب اللي كل يوم بيجي يعمل تمرين منظره، زي مثلا مدرب الاجوان مثلا بيبقى عنده جون عيبه في العرضيات او في الزاويه الدائره،
وتلاقيه شغال شغل هو كل كل مره مش تمرين معين اشتغل على عيبه في وحدات تدريبيه وفي شغل لازم نهتم بالتمرين التخصصي الفردي والتخصصي الجماعي نهتم جدا جدا بيه تلاقي اللعيبه بتتطور ومدرب بيتطور وحاجات كتير جدا نفسنا نفسنا بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا مصر تستاهل مننا كلنا طبعًا ان نعمل طبعًا اكتر من كده بلدنا طبعًا احنا شايف طبعًا في حاجات كتير نقعد نناقشها نقعد نكلمها ومحدش بيعمل حاجه طبعا يعني طبعًا شفت بعد برامج واحد جالك انا كنت بزور واتمسكت واتعملت واتعملت يوسف برنامج وتاني يوم مفيش حاجه حصلت ولقينا الناس موجوده ودوم موجوده وده واللعيبه المواهب بتموت والمدربين اللي بيشتغلوا ما بيلقوش مجهود ليهم في اي حاجه حبيبي يا كابتن سامي انا يعني انا سعيد بوجودك معايا ولينا حلقات وحلقات لازم نستفاد منك ومن فكرك الجميل لان انت فعلا صاحب رؤيه محترمه وانا اللي بشكرك ان انت نورتنا النهارده واحنا عاملين تكريم صغير كده لحضرتك يعني اسمح لي اقدمه لك ربنا يخليك لتعبك ووجودك معانا في برنامج صوت الناشئين ربنا يخليك وده وجودك ده وسام على صوتك حبيبي يا كابتن محمد انا بهنيك على برنامجك ومحمد ابني متابعك بقى بطريقه فظيعه طبعا محمد سامي من الناس المحترمه متابعك جدا ويقعد يقول لي كابتن محمد عمل كذا كابتن ربنا يوفقك واتمنى لك التوفيق يا رب وان شاء الله يبقى خير ليك وان شاء الله تبقى حاجه جميله بعد كده ان شاء الله يا رب يخليك اسمحوا لنا ان اقدم الدرع الكابتن سامي ده يعني حاجه بسيطه كده الكابتن سامي ندى المدير الفني لام بي ربنا يخليك وانا سعيد ان انا معاك يا كابتن محمد هناخده كلوز كده مع بعض وانا سعيد بوجودك معايا انا سعيد والله حضرات الساده المشاهدين بشكركم العاده ما تنسوش الساعه 6 صباحا ونلتقي بكم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 11 مساء دمتم في أمان الله شكراً